انا والله عشتينا كثير، كنت اهمل صاير كنت شويه صاير. على إثر قيام مجموعة من الأشخاص المشتبهين بأعمال إجرامية تخريبية استهدفت بالدرجة الأولى سكان بعض الأحياء بوسط مدينة عين البيضاء، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم وتوقيفهم مع استرجاع كل الأسلحة البيضاء المستعملة في ترويع وترهيب الساكنة، وكذا كمية من المؤثرات العقلية وتجهيزات أخرى، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج ودراجتين ناريتين يستعملها المشتبه فيهم في أعمالهم الإجرامية.